الدنيا اختلفت، و يعني الموضوع ما اصبحش ان استثمار امن تتجه مباشرة للذهب، خاصة مع التذبذب اللي بيحصل عالميا في اسعار الذهب. هنتكلم في هذا الموضوع واكثر مع ضيفنا المشرفنا في هذه الفقرة وبنصبح عليك الدكتور ناجي فرج، عضو غرفة صناعة الذهب بالغرفة التجارية. منورنا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. هل ما زال الذهب هو الملاذ الامن زي ما بنقول؟ هو الذهب الملاذ الامن مش من النهارده بس، من سنوات عديده. منذ ان كان الجرام لا يتخطى 80 قرش، كان جرام ال 21 حوالي 85 قرش. ده كان امتى ده؟ حوالي سنه 65 65. وكان الجنيه الذهب بتفكه تاخد جنيه ورق وعليه 5 قروش. يعني قيمته اقل من الجنيه. نعم. كان لدرجه كان اللي يحب يضحك على حد يقول له اديك جنيه ذهب. النهارده الجنيه الذهب بحوالي 5650. والذهب يتميز انه قيمه وملاذ امن. ودايما بيقول الذهب هو زينه وخزينه. زينه الست بتتزين بيه وتستعمله في كافه انواع المناسبات، وخزينه واستثمار جيد جدا. فما ننساش ان خلال الثلاث سنين اللي فاتوا الذهب ارتفع اكتر من 140%. من ثلاث سنين كان جرام ال 21 ب 242 جنيه، تخطى منذ اشهر قليله 715. يمكن الاسعار هديت في الوقت الراهن، لكن هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفه. احنا متوقعين في خلال الثلاث اشهر القادمه ان يتخطى حاجز ال 1600 دولار عالميا، وكده ممكن يتخطى حاجز 800 جنيه في منتهى السهوله. طيب ازاي بيتم السؤال ده متهيألي ناس كتير قوي ممكن تساله. تسعير الذهب عالميا حضرتك بتقول 1600 دولار، فيبقى هنا 800 او دلوقتي 715. بكره يرتفع 3 جنيه ولا 4 جنيه، بعد بكره ينزل 7 جنيه، مش لا عارف ايه. سعر الذهب لحظي. بمعنى ان سعره بيتوافق بثلاث عوامل اساسيه. اول عامل هو سعره في البورصه العالميه، وده متغير ثانيه بثانيه. تاني حاجه هو قيمه الجنيه امام سله العملات الاجنبيه. وهنا بنلاحظ ان الجنيه المصري في تحسن مستمر نظرا لقوه الاقتصاد المصري ونظرا لانخفاض التضخم، فلقد قارب الدولار حاجز 16 جنيه. نعم. ومن المتوقع ان خلال الشهور الاولى من السنه القادمه ان يكسر حاجز 16 جنيه ليصل الى 15 جنيه و90 قرش وربما اقل. نعم. وده بيؤدي الى انخفاض سعر الذهب. طب انت هتقول لي انت ليه بتقول ده بيرتفع؟ الذهب بيرتفع لانه عالميا ممكن يتخطى منحنى عالي جدا، وكده بيعوض الهبوط في سعر الدولار، وبرضه ما زال الذهب قدام مزيد من الارتفاعات. وتالت عامل هو القوة الشرائية، ودي ما زالت محترمة جدا في السوق المصري. فكثير من عائلاتنا وخاصة أهالينا في صعيد مصر بيدخروا جزء كبير من مدخراتهم في استثمار الذهب. طيب ازاي المواطن العادي المهتم بالذهب؟ يعني في ناس يعني استثماراتها قليلة جدا او ما فيش استثمار، لكن اللي قادر ان هو يبقى عنده سلة استثمارات مختلفة، ازاي يتابع السعر العالمي اللي حضرتك بتقول عليه انه بيتغير ثانية بثانية؟ يعني هل ده محتاج متخصص ولا المهتم بالموضوع ده ممكن؟ لا، هو الذهب بنقول عليه لونج تيرم انفستمنت، استثمار طويل المدى وليس استثمار لحظي. يعني هو مش بورصة بمعنى لا، احنا بعيد تماما عن البورصة، وبعيد تماما عن اي مخاطر تخص البورس. انت استثمار بمعنى ان اللي عايز يشيل قرش او عايز يدخر للزمن، فهو احد انواع الاستثمار الموجودة بجانب الاستثمار العقاري والاستثمار البنكي. نعم. وهذا لا يلغي اللجوء للاستثمار العقاري او الاستثمار البنكي. نعم. لكنه احد الابواب الاساسية والعواميد الاساسية للاستثمار في مصر. طيب الدولار وسعره، ايه اللي بيربط اقبال المستثمر على ان هو يضع فلوس في البنك او يحول فلوسه لدولارات، او ان هو يشتري عقارات، او ان هو يشتري ذهب؟ يعني
هنا ارتفاع وانخفاض سعر الدولار، ممكن توضحه لنا كده بصورة اقتصادية بالنسبة للمستثمر اللي هو عنده قرشين عايز يحافظ عليهم؟ هو احنا ما بنقولش ان الذهب هو الوسيله الوحيده للاستثمار. أيوة. فحضرتك محتاج تستثمر اموال في بنوك لان محتاج سيوله. نعم. والذهب مش هيديك السيوله السريعه. صحيح. ومحتاج استثمار عقاري لان محتاج شقه لابنك. نعم. ومحتاج ان انت برضو استثمار في الذهب لان كاستثمار طويل الامد، لان ما ننساش ان ارتفاعات الذهب خلال الثلاث سنوات الماضية تخطت 140%. أيوة. وده يعتبر أعلى نسبة استثمار في مصر. تمام. ومن المتوقع أن الذهب ما زال مجال جيد جدا للاستثمار وتربة خصبة جدا للاستثمار، لأن الذهب عمره ما خذل أي حد من أيام ما كانت الناس بتشتري بجنيه جرام. أيوة. اللي اشتريت الذهب بجنيه بعته بعشرين جنيه، واللي اشتريته بعشرين بعته بستين، واللي اشتريناه ب 400 بعناه ب 600. فالذهب وحتى لو هديت اسعاره مرحليا او في وقت، فبتبقى فرصه ممتازه جدا لشراء الذهب والاستثمار في الذهب، لانه من المتوقع انه يعاود الاستثمار، لان ما ننساش ان وقيت الذهب كانت في يوم من الايام قاربت ال 2000 دولار. ومع اي اضطرابات جيوسياسيه ومع اي اضطرابات عالميه، فالبنوك المركزيه الاوروبيه الروسية والصينية بتلجأ إلى تخزين الذهب بعيداً عن العملات الورقية، طبعاً. وده بيؤدي لضغط قوي جداً على المعدن الأصفر. طيب أنا عايز هنا يعني نروح من الحكومات والبنوك المركزية والاقتصاديات الدولية وسعر الأوقية، الكلام اللي هو مهم جداً وبينعكس أكيد على السوق، لا نصايح مباشرة للمستثمر أو بلاش المستثمر، السيدة اللي بتشتري ذهب ازاي تشتري ذهب وما تخسرش فيه؟ المشغولات عندنا بتنقسم لعدة انواع. اول حاجة عيار 18 و21 و14، عادة اللي اجرته بتبقى قريبة والارخص اجرة، ولانه ال21 والمشغولات الشعبية غويشة خاتم حلق دي بتبقى أجر، والجنيهات المدموغة بتبقى اجرها بسيطة جدا جدا وما بتخسرش فيها كتير لما بتحب تبيعها او تغيرها. فدي النصيحه اللي بنوجهها لهم، يلجأوا للمشغولات الشعبيه البسيطه، ودي بتبقى خسارتها بسيطه جدا. بالعكس لما بتبقى في ارتفاعات في سعر الذهب، الارتفاعات دي بتغطي على سعر المصنعيه ومكسب كمان، يعني المشتري بيلاقي نفسه وجد هامش ربح جيد كمان. طيب لكن المشغولات اللي فيها فصوص او اللي فيها فصوص لازم نشتري يعني الشركات، شغل الشركات الملتزمه برجوع المشغولات بحجارتها. وشركات كتير عندنا ملتزمه جدا في سوق الذهب، وشركات عالمية وبتنتج مشغولات على مستوى أروع المشغولات. طيب اللي بيشتري الذهب من خارج مصر وقصة الدمغة، أعتقد أن يعني كانت موجودة في السابق في مثلا السعودية ما كانش بيدمغوا الذهب، دلوقتي أعتقد السعودية بيدمغوا الذهب مش كده ولا لسه برضو؟ لا ما بيدمغوش لسه لحد دلوقتي. ما بيدمغوش. طيب الشراء ذهب من خارج مصر مش مدموغ، يعني هل ده بيؤثر في القيمة التخزينية؟ لا، هي هناك المصنعيات عالية جدا جدا في دول الخليج والسعودية. أما كمشغولاتهم فهي رائعة وعياراتها منضبطة جدا وشغلهم على أعلى مستوى، يعني نحن يعني مش هنقول إن لا بالعكس شغلهم ممتاز وإحنا كمان شغلنا ممتاز. طيب أنا بتكلم هنا مش في شغلنا وشغل اللي موجود، بس الشغل اللي في الخليج متهيألي بيبقى يا إما اللي هي المصنعية الهندي بتبقى معروفة أو المصنعيات المختلفة عالية جدا. تمام. لكن أنا بتكلم هنا سيدة كانت مثلا في عمرة ولا بتاع واشترت حاجة وجاية تبيعها هنا وهي مش مدموغة، هل ده بيأثر على قيمة الحاجة دي القطعة دي؟ هي من حقها هنا حضرتك أي أنت بتشتري أي منتج مش مدموغ ديت بتقدمه لمصلحة الدمغة والموازين وتعيد دمغه بدمغات مصرية، وهذا الكلام تتيحه مصلحة الدمغة والموازين. طب ده بيبقى إجراءاته إيه؟ يعني اللي عندها مثلا حاجة أو كده
وعايزه تدمخها بتروح لمصلحه الدمغه هي بصوره شخصيه وتتقدم بالحاجه وتدمغ؟ ممكن تتقدم لمصلحتي لمراجعتها ودمغها. طب ده بيكلف تكاليف رمزيه، ما مش حاجه كبيره. لا 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 تكاليف. طيب تمام، عايز اروح مع حضرتك هنا لتقييم الاقتصاد الدوله او الدوله، يعني اقتصاد الدوله بالذهب. معروف ان الغطاء الذهبي ده هو كانت البنوك المركزيه في الدول بتغطي بيه اصدار النقد. الموضوع ده طبعا في دول كتيره ما بقاش موجود على راسها الولايات المتحده. يعني قول لي ايه دلوقتي عناصر تقييم اصدار العمله الورقيه؟ ازاي بنصدر العمله؟ هل لازم يكون قدامها رصيد؟ هو توجد كثير من البنوك في الصين وروسيا وبنوك اوروبا تدخر وتكتنز الذهب بكميه كبيره، ويوجد رصيد في مصر جيد جدا من خام من السبائك الذهبيه. نعم. لدى البنك المركزي. نعم. وده يزيد ويعطي قوه للعمله. اما في الولايات المتحده الامريكيه فلا ترتكز اطلاقا على رصيد الذهب، بل ترتكز قوه العمله الامريكيه على قوه الاقتصاد الامريكي. يعني ممكن يكون قوه الاقتصاد هو العنصر اللي بيرتكز عليه. فأمريكا بيرتكزوا على قوه الاقتصاد الامريكي. طيب حضرتك بتقول السبائك الذهبيه، هل ممكن الشخص العادي يشتري سبائك ذهبيه غير اللي هي الأونزة او الكلام؟ اكيد طبعا. اكيد في اللي هي زيت ديت ومدموغه في مصلحه الدمغه والموازين للادخار المباشر. يعني فلنفرض حضرتك مش عايز مشغولات، عايز ادخار مباشر. هتشيل سبائك موجوده ومتاحه في السوق المصري. طيب ومدموغة. الامان هنا يعني الفلوس بتتشال في البنك والدنيا تمام، والواحد بيبقى وبياخد عليها فوائد كمان. اللي بيدخر في مثلا سبائك ذهب، طب ما هو يعني كده لو حطها في البيت ما ده كده عرضه ان هو يبقى في اخطار عليها. ممكن خزينه بنك بتحطها فيه؟ ممكن. يعني ممكن خزينه بنك لو هي سبائك بتحطها بتودعها فيه؟ مش يعني ده متوفر؟ متوفر في جميع البنوك وموجود. طيب تمام. الاستثمار الافضل في عيارات الذهب المختلفة، حضرتك قلت لي 18 و21 و24، ايه افضل حاجة؟ ال21، عيار ال21 هو العيار الاقرب للمصريين. خاصة في صعيد مصر ووجه بحري هو الاقرب والاسهل، خاصة ان اصبحت مشغولاته عالية جدا، عالية التقنية بصورة جبارة. فالنهاردة ال21 المصري اصبح لا يقل تطور عن الخليجي والهندي، وموديلاته أصبحت متنوعة بطريقة فوق الوصف، رهيبة جدا جدا جدا. ممتاز. وكل أنواع المشغولات من العادية من الحلق المخرطة لغاية الحلق الهندي البارع الجمال اللي بيحتوي على ألوان رائعة جدا جدا. طيب احنا هنا بنقول ان العادات والتقاليد والكلام ده، يعني كان زمان الشبكة هي ذهب، دلوقتي وما زالت، بس ممكن دلوقتي يعني عائلات يقول لك لا الماز. هنا بقى انا عارف ان طبعا حضرتك خبير في مجال الذهب وعضو الغرفه التجاريه للذهب، لكن الذهب والالماز لو عملنا كده مقارنه حضرتك، الالماز ده ثقافه فئه مجتمعيه معينه، والالماز يعني بيتميز انه غير ثابت السعر. وحضرتك نسبة الخسارة في بيعه بتبقى من 20-30%. أما الدهب سهل جدا. الدهب معاك حضرتك 50 جرام بكام الجرام؟ بخمسة قروش. درب كذا في كذا. تاني حاجة يعني تسهيل الدهب أسهل، سهل جدا. أما الحجر الألماز لو حصل فيه أي مشكلة فممكن يبقى حجر بمئة ألف، أي بروبلم يروح نص ثمنه. إنما الدهب حتى كسره. هو احنا بنرجع، ما هي المرجعيه للذهب؟ هو الوزن، الميزان. لا توجد اي مشكله. اما الحجر لو حصل فيه اي مشكله لا يبقى دخلنا في مشكله تانية. قيمته قد تقل بنسبه اكثر من 50-60%. فعشان كده في ناس كتير بتبعد عن الالماس لنظرا لكثره مشاكله. من يريد الادخار
من يريد أن يشيل قرش للزمن. أما في ثقافة معينة يقول لك لا ما يجراش حاجة، حتى لو فلوسه كلها ما يجراش حاجة. هي ثقافة بس ده مستوى تاني. مستوى تاني. يعني أما الناس يعني ناسنا ديت يقول لك خلينا في الدهب اللي بنقدر نبيعه ونشتريه بسهولة. أخيرا إنتاج مصر من الدهب، وخصوصا مع الاكتشافات المناجم وتأثيرها، مناجم الذهب المصرية، وده تأثيره المباشر ايه على صناعة الذهب المصري؟ هي مصر غنية جدا بأماكن الذهب، وتوجد بردية فرعونية جميلة جدا في لندن من ايام اجدادنا الفراعنة، بتقول ان في 120 موقع موجودين على البردية من ايام الفراعنة. ونحن نستخرج الذهب حاليا من منجم السكري. نعم. اللي هي شركه سنتامين جنوب غرب مرسى علم، ويوجد بالذهب في اكثر من 120 موقع في الصحراء الشرقيه ووادي العلاقي ومنطقه حمش ومناطق كثيره اخرى. ونحن مجالس تنجيم في الذهب مجال واعد جدا جدا، ومصر منتظر ليها في السنوات القليله القادمه انتاج كميات كبيره جدا من خام الذهب اللي هيعود بالخير بكتير على الاقتصاد القومي ان شاء الله. يعني شرفتنا، ودايما كده ان شاء الله تبقى مصر محفوظه بابنائها وشعبها العظيم وجيشها العظيم ومقدراتها كمان ان شاء الله. وزي ما حضرتك كده طمنتنا ان يعني اكتشافات الذهب في الاراضي المصريه واعده ومبشره جدا. شكرا جزيلا لحضرتك، والى لقاءات قادمه ان شاء الله. شكرا. مشاهدينا، لقائنا التالي ان شاء الله بعد هذا الفاصل مباشره، هنتكلم فيه عن مواقع التواصل الاجتماعي وتاثيرها السياسي، مع ضيفنا دكتور قياتي عاشور، مدرس مساعد علم الاجتماع السياسي في جامعه بني سويف، بعد هذا الفاصل ان شاء الله. شكرا.